جسمك له حق عليك وصحتك هي نعمة بين إيديك. اليوم أنت صاحب القرار، واختيارك نظام حياة صحي هو المفتاح لمستقبل مريح ولتجنب أمراض كتير. تخيلوا أنه من خلال تغيير نمط حياتنا والنظام الغذائي تبعنا نحن قادرين نتجنب معظم حالات السكري، أمراض القلب وعدد من أنواع السرطان. والتغيير الإيجابي بيتضمن ثلاث نواحي أساسية، الأولى بتتعلق بالتدخين، أما الثانية فبتتعلق بنظامنا الغذائي، أما ثالث ناحية فبتتعلق بنشاطنا الحركي. رح نحكي عن ست خطوات لنظام صحي أكثر. الأولى هي الامتناع عن التدخين أو الإقلاع عنه، ويلي هو بيشكل العامل الأهم للوقاية من أمراض القلب وعدد من أمراض السرطان، منها أمراض سرطان الرئة. أما تاني نصيحة فهي الحفاظ على وزن صحي، يلي هو مفتاح لنتجنب أمراض مثل الضغط، أمراض القلب والسكري. أما تالت نصيحة فهي أنه نحاول نعمل نشاط حركي يومي أو شبه يومي، ومهم أنه نعمل شيء نحن بنستمتع فيه، لأنه النشاط الحركي هو الحجر الأساس لنحافظ على وزن صحي ولنتجنب عدد من الأمراض منها سرطان الثدي والاكتئاب. أما رابع نصيحة فهي أنه نتبع نظام غذائي صحي متوازن بيحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية، ونستبدل فيه الدهون المهدرجة بالدهون الصحية، نتجنب السكر والأطعمة الغنية بالسكر، ونحد من استخدام الملح. أما خامس نصيحة فهي أنه ما ننسى النوم لعدد ساعات كافية. وأخيرا ما لازم ننسى نهتم بصحتنا النفسية يلي هي دائما لها تأثير على صحتنا الجسدية. التغيير ما نو سهل بس أكيد ما نو مستحيل، والسر بالنجاح بالتغيير أنه نبدأ بخطوات صغيرة ونمشي شوي شوي. التغييرات الصغيرة قادرة توصلنا للنجاح باتباع نظام حياة صحي أكثر ونتجنب كثير من الأمراض. لهيك اليوم خلونا ما ننسى نخلي خياراتنا ذكية وصحية.